لقيتش دبور. يلا خش على النجم. بس شكلهم خدوا على بعض، نسيبهم مع بعض شوية. أيوة ممكن يولفوا يجيبوا لنا دوبرمان على وولف. ما تسيبينيش يا ماما. اقري قرآن، اقري قرآن على قد ما تقدري. طلع منين ده؟ طلع منين؟ 100 مرة أقول لك اللي في عيني الحمام أهو طلعلي. اجري يا حاج، إحنا ما خلفناش. شوف سبحان الله. برنامج العلم والإيمان النهاردة اكتشفنا اتنين شبه البني آدمين. تشوفهم تقول بني آدمين ولكن هما شبه البني آدمين حقيقة. اللي ناحية اليمين دي أنثى الكلب بتتغذى على نفسها وبتموت ليلة دخلتها عشان ما تجيبلناش قرف تاني. انما اللي ناحيه الشمال ده اقسم بالله بقالي 25 سنه في العلم والامام ما عارف الكائن ده ايه. شبه المعزه قبل ما تتولد، يتغذى على عفن الخبز وحاجه تقرف المعيز وتقرف الحيوانات. اعوذ بالله على دي اخله. يا حسبي الله ونعم الوكيل. واخدة يعني قالوا نسيب العريس والعروسة لوحدهم. ايه ده، انت شايفني كم واحدة؟ لا ما انت اصحابك على عيني وعلى راسي، بس هنحكيلهم بعدين يعني. عايزين نقعد لوحدنا. اصحابي ايه، ما احنا لوحدنا. انا شايفك تلاتة عشان انت مالية عليا حياتي. ما تخافيش، انت فاكرة الحول ده دايم؟ امال. لا دي مشكلة مؤقتة في العصب السابع بس، عندي بيطلع لحد السادس والباقي سلم بس. بس خلاص كلمنا اتحاد الملاك يعملوا كارت هيسحب من السلم. والله دفعنا الاستراق وكله تمام. هو انت هتتجوزني وانا شكلي كده؟ يا سلام، اخيرا لقيت واحده اوحش مني عشان انا اتريق عليها. ايه ده؟ على فكره انا مرتبطه. عادي انا احول، هشوفك اتنين، واحده مرتبطه والتانيه ارتبط بيها. مش فايده؟ مفيش فايده، ده بص انا جايب لك ايه عروستنا يا قمر. ايه؟ بصي استني، وقالي بتفتح من هنا. ايوه اهي دبلتين. دي دبله واحده؟ لا اهي دبلتين اقسم بالله. والله العظيم دبلة واحدة. والله الراجلين اللي باعوها لي قالوا لي دول الدبلتين. رجلين؟ طب دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ يعني دي الذهب ولا الفضة؟ دي نحاس. نحاس؟ وانا رحت بتاع البوابير ولا ايه؟ قوي. طب بصي خدي العلبة دي وابقى اجيب لك فيها وايت شوكليت او اي حاجة. ايه ده، صاحبتك خدتها؟ صاحبتك قفلت العلبة وجريت. تبعت صاحبتك دي ولا ايه؟ صاحبتي ايه؟ جتك نيرة يا قهوي. ايه ده، انا بهزر معاكي. يا رب يا رب جوزها لي يا رب في التو والبو يا رب. تو وبو ايه؟ يا رب جوزها لي حالا بالا يا رب. لا يا رب. يا رب استجيب مني يا رب. السلام عليكم. توكلنا على الله. انت فتحتي الراديو؟ يا عم اسكت بقى. في صوت الاذاعه. اسكت. ايه ده؟ شجره؟ ايه؟ ده الحكومه بتقول الجو نار نار اليومين دول. ايه ده؟ ده اكيد كلب بيعمل بيبي تحت الشجره. ما هو ده انا كلب اصيل. في حد لسه واقف بره ما دخلش يتريق على اللي جابوني؟ قول له الخش، انا فاضل لي دقيقه وامشي والله بسرعه. لا دي ايه ده، انت معايا، انا مصدقت الاقيك. اغتنم الفرصه، اي حد يخش الفرصه. لا لا لا، في ايه بس؟ ايه ده، انت مين؟ انا العروسه. عروسه ايه؟ انت اكيد العروسه شاكي دي اللي هي بتخ ايه. اي وانت تو كيل يو. انت مين بقى؟ انت شاكي. انت مين؟ انا المأذون اكيد، مش بتاع كاوتش يعني، اكيد ده منظر مأذون. بس يا ابن اللذين عرفته. مين؟ طالما انت العروسه خلاص عرفت بقى، ما باين. ايه؟ بتاع البيره. اذهب، شغلانتك حرام، شغلانتك حرام يا بتاع الستيل. يا مولانا افتح لك حاجه، مش عايز افتح. يا مولانا انا مش بتاع البيره، انا العريس. والله معايا البطاقه، مش معايا حاجه. تعالى على الاسم بقى، الكلام ده تقوله للظابط. عريس ايه يلا؟ عريس والله. عريس والله. ايه الكذب ده؟ كذب ايه؟ كذب وفتق. ولا عجل من تلك الزيجه. بلا زيجه بلا قرف. ما تقرفناش، ده حاجه تقرف. اسكت انت ما... وياك والمصحف مش طايق ابص في وشك. انت كذاب قوي يلا. عريس انت، ما ينفعش تبقى عريس. ليه؟ ما ينفع.
بطل كيس بيان. انت بتتحاسب اصلا مش معانا. ايه ده؟ والله انت فوق دلوقتي. يعني الكوافير مش ظابطني عريس؟ كوافير اللي ظابطك عريس. طب ودي مش عريس؟ والله دي احلى من ده. ما ينفعش يا حبيبي خالص. طب يلا يا مولانا. عريس ايه؟ استغفر الله العظيم. عريس ايه يا مولانا؟ ولا اتجوز من سلالتك. سلالتي انا دراكولا. ايه يا مولانا ما تجوزني؟ اتجوز من سلالتك. يا اسمع مني. ما ينفعش كده، هتطلعوا فرمانت. ايه هنطلع ايه؟ هتطلعوا خرمانت مخلطين. جوزنا ونبى مولانا ما تكرهناش في عيشتنا. انت عايز تقطع صراييني في الحمام؟ ما شكلي وراضي عليه. جوزنا يلا. الله اكرمنا. الله يخرب بيتك. انا مش عايزه اتجوز ومش عايزه اتجوزه. سامحها بتقول لك بعثقه وبعثقه وبعثقه. يلا بقى انت احول في ودانك. يلا بس انت قرفانه من. استغفر الله العظيم. والله لما عليا قصه الغساله ما اعمل القرف ده. يلا. استغفر الله العظيم. والمصعب ما تقع. بص كده. طب ابص كده. استغفر الله العظيم يا رب. هتعمل لنا سحر بالمنديل ده؟ هتحطوا عليا تحولني باربي يعني؟ تحولني رزان مغربي. والنبي والنبي والله انت اكرك طمي مغربي. يا ابني ما تقرفناش. ما تقرفناش بقى. ما تجننيش. والمصحف ما تلمسنيش. ماشي ماشي. ايه ده القرف؟ وايه ده القرف ده؟ امشي بعيد. اعمل ايه طيب؟ هجوزكم من بعيد. والله قرفان قوي. ايه ده؟ يا لهوي. والله لولا عليا قسط والمصحف ما هخش الدخله دي. يلا يلا خلصت. يلا اديها ساعه. لا هتعمل عسولة هديك كف تاني. لا خلاص ما مش هو هتعمل كده. وبعدين عامل مكياج لي. انت اصلا شكلك وحش. عشان عريس يعني مش عشان مأذون. يلا قولي وراء. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. وان محمدا رسول الله. ها دخلت في الاسلام. يلا نتجوز. يلا ما عندكش حجة. اسلمت اهو. يلا يلا خلاص بقى. كل وراء. يابا هقول. انا قبلت زواجك. انا قبلت زواجك. وانت قولي وانا قبلت التحدي. وانا قبلت التحدي. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. يا جعفر هو كده. شكرا يا جعفر يا صاحبي. حبيبي جعفر مين يا استاذ؟ استنى يا حبيبي. انت فاكر جعفر ده مأذون؟ لا يا حبيبي، جعفر ممثل اول جامعه. ايه ده؟ وانا جايبه عشان خاطر يعمل دور المأذون. الله يخليك. بس عجبتك؟ شاطر يا جعفر. الله اكبر عليك. يلا انا هحصل عيلتي على الساحل. يلا برافو. هذا جعفر عملت الدور صح. دور ايه يا استاذ؟ انا عايز اتجوز المزه دي. اقعد ياض يالا. امشي يالا. اتجوزي يالا. انت بتخلف. روح يا ابني امشي بعيد. اتجوزي. ده انا اللي بتجوزها انا. أنا اللي بحبها. اوعى فاكر إن أنت ممكن تكون عايز تتجوزها. خلاص أنا عندها دلوقتي اللستة طالعة تيجي تطلع عينيكوا. مين؟ مفيش حد اسمه لستة طالعة. مفيش لستة طالعة يا أستا إبراهيم. أي حد يا أستا إبراهيم. يا أستا إبراهيم ما ترسولي على اسمي يا جدعان. إيه الصعب في حمدي؟ حمدي